يا أصحاب القبور جن من عاج سمله طب سين بي الله سبحانه وتعالى دكا صلان ركا بنتم بالله الذبح الذي هو يكون عبادة هذا لا يكون إلا لله قاسم له نخلم ما يكاد ربوتي مين تايشن بو الله سبحانه وتعالى حتى الآن عندما يقدم هذه الأطعمة للأصنام حتى وإن كان يقول هذا فقط نحن نضع الطعام هكذا هذا هو الشرك الأكبر سم بيتا جين دا أحا بنتج بنتوج دو كان بريه دا جين تان نيكان جيكا دا بنتوج يوقد شمعة أحيانا عند هذا الصنم أيضا هذا من الشرك لا يعبد إلا الله ولا نعظم إلا الله جل من أجر ربانتي من تاي الله